بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم بعض التجارب اللي اشتغلت عليها في المختبر الخاص فيني. طبعا هذه أحد التجارب هذه عبارة عن تذويب أنسجة من نباتات متعفنة لفحص الميكروبات والطفيليات والبكتيريا. وانا انصحكم يعني تشتغلون، اذا كنتوا يعني عندكم بحث معين تشتغلون على هذه العينة، يعني راح تكتشفون يعني فصائل كثيرة جدا من البكتيريا والفطريات والميكروبات والطفيليات، راح تكون موضوع بحث جميل جدا. ويعني اهم شيء يعني نكون ملتزمين بحماية نفسنا من هذه الميكروبات، ونختار نوع المجهر اللي راح يفحصها. طبعا نحتاج مجهر يكبر أكثر من تقريبا 2000 بكسل. وأتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس، أتمنى أنكم تستفيدون منه في بحوث علمية، يعني ممكن يكون يعني في توسع في هذا المجال إذا درست فصائل من النباتات مصابة بأمراض بأنسجتها، ويتم تحليلها ودراستها والتعمق في علم الأمراض النباتية وعلم الأحياء الدقيقة أيضا. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.